مرحبا بيك. مرحبا يا عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل. كان تحكي لنا على الاكسيون تاع دريم ايفنت. دريم ايفنت كوم هي ديجا شركة تنظيم حفلات داخل وخارج باريس، جو لا جيرونت نتاعها. احنا توا عملنا ايفينمون كتب لكم بيه تاع فوزي بالكاميرا وسمير وصيف على اسم بنت الحي وبنت حلال. كنا حابين نعمل ايفينمون عادي، لكن نظرا للظروف تاع فلسطين وكل شيء حابين ناجلوه، لكن ما نجمنوش ناجلوه خاطر فما دي كونطرا وبرشا مصاريف وكل. دونك قررت توجه للوجهه نتاع الشركه ان شاء الله فلسطين، ان شاء الله عند الريع نتاع الحفله معناتها الهلال الاحمر التونسي، باسكو هي منظمه عالميه معناتها معروف بها المصداقيه التوانسه. وانا توا انا على عين مكان، انا جيت خصيصا من تونس البارح واني حابه جيت من فرنسا بالذمه معناتها جيت من فرنسا بالذمه مصداقيه شفافيه الشركه، باش نوري الناس الكل من حقهم يعرفوا من حقهم، حتى انا اعطيتهم بالرائد الرسمي وقلت لهم تشوفوا صوت وصوره ان شاء الله مالهم معناتها على عين مكان وتشوفوا كل شيء، يتبين على عين المكان يشوف الكبيره والصغيره وكل شيء. شوفوكم مدام ابار الفلوس لميتوا زدت بش وحاجات اخرى؟ والله لمينا برشا حاجات، مي بيسك الهلال الاحمر معناتها قالوا لنا نحبوا كان ديما الدواء وكوفيرتي حسب ما طلبهم هما، جبنا حسب ما طلبهم هما. فما شكون عاون في فرنسا من جاليتنا لبرا؟ جوست دريم ايفنت كان دريم ايفنت ومشكور الفنانين اللي هما معناتها ساهموا معنا بالكاش نتاعنا. باهي مدام انتوما كشركه توجهتوا للتوانسه في الخارج باش يعاونوا، والا انتوما خذيتوا شويه انكم تعاونوا وحدكم وكهو؟ احنا خذينا شويه باش نتعاونوا خاطر الحفله هي كانت العاديه، احنا رجعناها باش نعاونوها لفلسطين. بالطبيعه احنا بالنسبه لينا اي كبير اي صغير اي عبد جا تونسي سواء تونسي ولا عبد ولا اللي جا للحفله ديجا جاي سما عاون، ديجا المساهمه نتاعته هذيك تتسبب معناتها مساهمه لل عندكم شي ديزاكسيون اخرين مدام؟ ان شاء الله ان شاء الله يا ربي، مي بلوس الوضع تو ما يسمحش عنا برشا ديزيفينمون، مي بلوس الوضع تو ما يسمحش لخوانا الله غالب قلوبنا ان شاء الله معاهم وربي يحميهم ان شاء الله ويسترهم. حبينا نعملوا مبادره منا باللي نقدروا، وان شاء الله يا ربي بالنسبه لي انا من منبري هذا ان شاء الله للناس الكل كبير وصغير التوانسه الكل العرب الكل الفنانين اللي عندهم صاحب شركات كل نوقفوا مع بعضنا ايد واحده وان شاء الله نعملوا حاجه ان شاء الله يا رب. مدام بالنسبه لدريم ايفنت ناويين باش تعملوا باش تنظموا حفلات في تونس؟ نحكيو كخدمه الشركه بصفه عامه. هي خدمه الشركه هذاك هو البيت نتاعها، هذاك هو هذيك خدمتها. اذا كان معناتها نحبوا نعملوا حفلات اذا كان الوضع يسام علاش لا؟ في تونس؟ اي علاش لا؟ اللي هي هي نورمالمون شركه عالميه، هي انترناسيونال. يعني في انترناسيونال تونس الجزائر المغرب في كل بقعه. ومرحبا بالناس. عندكم شي ناويين على حفله اخرى يرجع رايعها زاد لفلسطين في بلاصه اخرى في دوله اخرى؟ ان شاء الله بوكو با كي نسمع الجزائر المغرب، خاطر احنا الظروف ما تسمحش غادي لا غالب فهمت، ظروف في فرنسا ما تسمحش. انا ديجا ليفينمون هذا عملنا المستحيل باش ننجحوا باش ما تصيرلوش انيولاسيون باش باش ينجح. لا وانت تعرف على الوضوح فمش برشا عباد معناتها جو كومين، عملنا المستحيل وباش ينجح ليفينمون وعملنا ليكيب ما شاء الله عليهم بكبيرهم بصغيرهم، نشكر من وراء ستار من في الشركه جنود الخفاء في كل برافو برافو للناس الكل. فوالا شنو هي كي بلا باش نطرح عليك سؤال، كي عرفتوا العرض هذا على فوزي وسمير شنو هي كان ردهم؟ بالعكس استقبلونا بمحبه كبيره وكان ردهم ايجابي على الاخر وشاركوا ما غير حتى نقاش، وقال احنا الكاش نتاعنا متبرعين بهم بالعكس نشكرهم زاده برشا برشا وقفوا معنا ويعطيهم الف صح. وهذا مش غريب على التوانسه، راهو احنا التوانسه سي نورمال، هذاك هو واجبنا هذيك عيشتنا وهذيك اخلاقنا وهذيك اخلاقنا وواجبنا زاد فهمتني، وان شاء الله يا ربي وصلوا صوتنا وان شاء الله يا ربي معنا وفاهم. مرحبا بالناس الكل، دريم ايفنت سانت كوم تشكركم، ومرحبا بكم الناس الكل كبير وصغير.